ورشد تعال تعال، هذه أعملها في المساجد كثير. من يختص بهم زيدوا؟ الذي ماتت أمه هو الذي يعرف حق الأمهات، والنوم مثل مثيمس الوني سنن حق الوليد، وات سنن يمش ما تعرف الحق ديال الأم ديالك حتى تموت مسكينة. ها الآن سمعت خطبة على بر الوالدين، ليس كذلك؟ الآن أنتم من تأثرتم من الخطبة أكثر من الناس الآخرين، لأن الأم ماتت اللهم ارحمها. فأسألك إن شاء الله حتى تبين كلام وتوجيه للشباب، لأن كثير من الشباب لا يعرفون حق أمه، حق أمه. فبارك لو فيك، تصور معي أخي الحبيب، الآن أنت تدخل عليها البيت وتراها، إيش تعمل لها؟ أقبل يدها ودماغها. أمصريا إن شي ما مرعت الدا وطفغاس غدا الدا إن شد أتدخوش تجيفين أسدع رعقي وش تجيف أسدع رعقي فس اللهم ارحمه بارك الله فيك. الأخ الكاري بيسمك سليم سوا كيدين أتدخوش غدا الدا الخو نهار الجمعة تسرد الخو تبخ الوالدين من دس غدينيد ما مش قد خسج لا الشباب واش مالي سيور سي مطول حاس توني غتجي ماس حاس ها واش مالي سيور سي مطول باش تسنش كعاد غاك يماش وهاد السن ديال يماش بيت تشكا ارخص لا تعرض شي انا سالي باش نحش لي الشمس قول لهم شي اني يسجن نزلت شي واخا تهور انا اسم هذيك الخالي الوالد انس نساقهم شت من لي ما تصاو انس زيد سيور سيور حاس انس مش نحش واخا تهور مش معلوش الله يجيو زيد سيول اخسر طابلة دي جي والدي الموقم من غاك طوين يا حمسي دارت بالعالم يا شاقم ورنا ايش كزيك عليا رخو اتسد غايم مش عاد عاد تدها ما مش خسر تسجمد إلا سني الشباب رخوش مش عاد وحش دي مش السجمة زي 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 الجيخ تدار غزام نقا إنش الصول مباش تجيف أريضا شك عاد غاكي مباش تدا غزام سكين مباش تنقل إيش جبس من دينا إيش جبس من دينا إن أور يما وها إما أمت غيني غرخو حبيبكم الله يسمح لكني واحد سلام بالعالم عمر سوا كده الأخ عمر سريدي الخوت عجبش الخوت بني خلوا لي دي خوش كاكي دي قطعك وحضرة الداس عالي مباش نيث الدان مش كتو غي كتب سوجد شبك ينس نشل حج ادعي بالله الرحمة بكيش تدعي ادعي مالي من الرحمة وزاد الشباب تحس مليح عاد بارك الله جزاك الله خير ما يميو تقرمو غزاء الشباب ونوم يثمو ثماس الذي ماتت أمه الآن كيف يفكر والله شحال الشباب سيخثم كلش من ذيقة أحدهم كان عاصيا لأمه لغي عصي ماس الطاس تحس مليح عصي ماس إما استموت ماتت الأم ماتت الأم فتاب إلى الله خيتوب أخذ يعشماء سنة اتحقات بزيدة ربدا يترو كل يوم يبكي ربدا يترو يقار قرآن يترو يتزجى يترو من ما يترو دائما يبكي فسألوه لماذا تبكي قال لهم أتمنى من الله أن يخرج لأمي من قبرها أقبل رأسها مرة واحدة أتعقد شكاكي مش فبارك الله فيكم الشباب تاسخ يوم زنهارة والنواس تدو من فوسي مس هذه بدا زنهارة والنواس تدو من فوسي بس هذه بدا زنهارة نكون ما تدفت غاية الدات روح غاس فقد زين خدمة روح غاية مش لمزوة روح غاية الدات غاية مش زاريت خمسة مينوت عشرة مينوت أو يسشر العاصير أو يسلك التليفون ما مش جدا إما مليح زي سني روح فبارك الله فيكم انا بدا زنهاره